تحية جمهورية الأمازيغ الأحرار الجمهوريين، وتحية جمهورية الباقي الجمهوريين المغاربة، وتحية جمهورية الصحراويين. المهم أنا غادي نطرق في هذا الفيديو لواحد الموضوع اللي ربما الناس حاليا كداول هذاك المدير ديال الفوسفات، ولا هذاك المجون الفسق الفساد، فهمتي؟ الدوخة الشراب في واحد اليخت ملكي في عرض المحيط، ولا فهمتي، ولا البحر الأبيض المتوسط، اللي منوضين عليها واحد سكوندال، اللي وحده قاعده كتشطح الدور وتلوز وتلح في الماء وتقول لك الله ينصر سيدنا والتخربيق. شتي هاد السيناريو كله، هاد المسرحيه كلها هي صناعه المخابرات الملكيه. علاش؟ باش يدربوا حوايج عن النظام المغربي. كل شيء هذاك السيناريو، هذاك المدير اللي كيقولوا المدير ديال الفوسفات اللي عنده لا فيرم، اللي كيسني على الكونتابيليتي وكيسني على دوك لي شارج وكيسني، هذاك راه والو، سي ريان دي تو. شتي هذاك الشيء اللي وقع في هذيك السفينه، في هذاك اليخت، والو، سي ريان دي تو، راه ماشي شي حاجه. عندك يتسحب ليكم، ولكن نتوما حيت المغاربه نتوما كتعيشوا الفقر، البؤس، الجوع، الشقاء، ما عندكمش واحد الحياة الاجتماعية كاملة، ما عندكمش الدخل الفردي، ما عندكم سياسات الأجور، ما عندكمش القدرة الشرائية، كيبان لكم داكشي بحال شي حاجة. داكشي راه دايرينو غير باش يضربوا على شي حوايج. شتي اليخت، القصة ديال اليخت بحال داكشي اللي شتو في داك الفيديو، راه لا لكم سلمى، ولا لكم حسنة، ولا لكم مريم، وريحة الشحمة في الشاقور، ومحمد السادس، وأخيه، وكل العائلة الملكية، راه كلهم ولمدة سنوات كيدوزوا الحياة ديالهم السعيدة والرفيهة وديال البضخ والمجون والفسق والفساد فوق اليخت، ماشي غير في المغرب، في عرض البحر الابيض المتوسط، عند دول بحال اسبانيا، جنوب ايطاليا، كرواسيا، شيبر، حدا تونس، مالطا، بعيد ريبوبليك دومينيكان، لا ريبوبليكا دومينيكانا، الكارايب، زوزور سيشل، موريس، لوسياني، راه كلهم كيدوزو بحال داكشي اللي شتو، احسن منو، ماشي غير بحال داكشي اللي دار المدير مع داكشي اللي دار اللي شتو، كتشطح قدام وحده وتلوزو وتدور الفرفاره ديال الشعر ديالها وداكشي. كثار بلا داكشي، نتوما من شتو هادشي دار غير المدير، ما تساعدوش مع راسكم اللي كيحكموه الوزارة، وفوق منهم العائلة الملكية، وراه داكشي راه ديما عايشني فيه. كيدخلوا في اي بحر وحطوا اليخت، محمد السادس ديالكم، ابو زميلة السادس، راه في واحد ليخت في السيشل، راه جالس مع الزوامل توريست انترناسيونال، الكارسون فنيدي، الكارسون الحمر، الكارسون مزير على الترما وعلى على القلوة، فرطوطو هنا، انتي دوك البدادر وداك الكاسك ديال البوليس السماطي، وما كان غير صرفق الترامي وذكر كيبوس ذكر، محمد السادس كاين تماك،
انت مخلص الشامبان ومخلص لا لكم مريم وحسنة وفاسقة والمجينة وحسيكة والأخرى في كرواتيا وفي داك الشيء، راه حتى هي كتجلس واش طحات حسن من ديك الشيخة، شتي ديك اللي كتشطح في هذاك الفيديو اللي شفتو نتوما ديال هذاك رئيس الفوسفات المدير ديال الفوسفات اللي كيفرم، شطحات حسن منه مريم وحسنة وأسماء، راه باقي لها التلويزة وسكرانة وفيلك يا فراح القروضة اجي عندي، سكرانة مع راسها واقفة حدا البحر وديما داك اليخت، اش كتخربقو نتوما نتوما دار هادشي نتوما، شتي هادشي اللي بينو ليكم راه والو، شتي هادشي اللي بينو ليكم هو تقنية صرف النظر، صرف النظر على الفوق اللي كيدير اكثر من هادشي، ها صرف النظر على الاوضاع اللي كاينه في القصر، صرف النظر على الاوضاع ديال الجوع اللي كتعيشوها نتوما، اللي وانتو كتسرقوا الغنم وجيعانين وما عندكم ما تصرفوا، وصرف النظر على هذاك اللي كيقولوا ليه الطوكي ذا كذا الصبريون، يعني الحظر التجول مسيفط لكم العسكر والبوليس ولا دابا المدن كيدخلوها وتيزغيروها ويسدوها وكل شيء، ها علاش داير لكم هذا الشيء، واش تي هذاك المدير ديال الفوسفات راه والو، هذاك راه كيسمع، هذاك راه غير نديتو راه لا شيء بتاتا ومطلقا، راه لا شيء، راه غير واحد كيسني وداك الشيء على الشفره الكونطابيليتي ديال الشفره وصافي، هذاك راه والو كاع اللي مبينين لكم وضاربين عليه الطر وانتم قاعدين كتفاعلوا، وتا راه داك الشيء راه كديروا العائله الملكيه لمدة 20 سنة 30 سنة كديرو هذاك الشيء، راه كديرو العائلة الملكية الفاسقة المجينة راعية الدعارة راعية الفساد، مريم حسنة أسماء انتي سكينة محمد السادس رشيد، هما اللي كيديرو هذاك الشيء، راه اليخت بي ومعيطن فيه على الشطاحات بحال دوك ديال السامبا ديال البرازيل، سترينغ داخل مع الترما والشطيح والكبة، نتي ومحمد السادس ديالكم راه وسط الزوامل ديال الكرنفال ديال السيشل اللي كيجي لجزر الشيشل اللي كيتلاقاو فيه دوك لي جاي اللي كيجيو من العالم كله مخلصين، كل توريست مخلص 35,000 يورو بار تور، ولكن هادوك الناس ما كان هادوك الناس هادوك الزوال حنا ما كنلومهمش، ديالهم الا كانوا ولاد اغنياء رباوتهم مخلصين الضرائب ومخلصين الواجبات ديالهم وما ما شافرينش الناس باش جايين كيقصروا، راه نشوفوا حنا القضيه ديال محمد السادس والعائله ديالو، ولا بحال هاد الموظفين اللي بينا شتي هاد القضيه ديال هاد المدير ديال الفوسفات، هي راه ان بلون ديال القصر عم بين لكم هكاك وصافي، باش انت تخرج دوك غديدك وداك السم ديالك وداك الجديد اللي فيك وداك القمع اللي دايرين ليك انت تخرجو على هذاك السيد، بين بولو محمد السادس راه دار اكثر من هذاك الشيء، راه محمد السادس الملك هذاك امير المؤمنين راه بحال هذاك اليخت كبار منه، فهمتي بحال واحد زبيده البوغال راه كيريح فيه وكيريحو فيه الزوامل، الكارسون فانيدي الكارسونات حمرين السماطي البوسان فرطوطو هنا، انتي راجل كيبوس راجل محمد السادس كاين الوسط كيتسارع عليهم ويسلم عليهم الشامبان وكلشي مخلص وسط البحر، اش كيسحبك ولا باين لكم هذيك القحبه هذيك المغربيه اللي قاعده كتشطح على سيدنا وتدور في داك الشعر ديالها بحال ديك البغلة ولا ديك الحمارة اللي كتنشش على داك الدبان اللي كيجي ترمدها ولا بحال واحد المونتيلاتور وداك الشيء، وراه هي عيانة شتي بحال هذاك الباطو بحال هذاك اليخت، راه شتي في البرازيل ولا الارجنتين ولا الشيلي ولا بونتا ديال ليستي في اوروغواي، وهذاك راه كتكري غير الطبقة المتوسطة
المتوسطه كتكري بحال هذاك اليخت. انا شتي انا ندير غير واحد الحصه ديال الفلوس نبروغرامي تشوفني انا بحال هذاك اليخت اكثر من داكشي كدير العائله الملكيه. نتوما دابا غير تسالوا مع راسكم منين هذا غير موظف ديال الفوسفات ولا ديال غير مدير، راه ماشي شي حاجه دار هادشي. اش كتوقعوا للعائله الملكيه اللي كتحكم عليه الوزاره الملك العائله الملكيه اش كتفكروا اكثر من هادشي؟ واه كاع هو غادي يدير هادشي بوحدو صافا با شي هو راه كيسمي كيتخلص مزيان عندو الكوميسيون عندو لي فالور اجوتي اللي كيخلصوا ليه السالير ديالو. ولكن راه ماشي شي حاجه عندك تمشي غلطي راه ماشي شي حاجه كبيره انا ما كندافعش عليه. هادشي راه كيدار في واحد المغرب اللي داير عليه الحجر الصحي وبرك في الدار ديالك اتصرفق البنيه ما تبيع والو طان كل نهار يسدوا واحد المدينه ويصيفطوا لك العسكر والبوليس. شوف وحدين اخرين اش كيديروا وسط البحر ها شتي كيفاش كيضحكوا عليكم. ودوك يا ريت كون كيديروا داكشي بفلوسهم يا ريت يا ريت كون كانوا كيقصروا فلوسهم اللي خدامين عليها ولا شاط عليهم ولا مخلصين الضرايب ديالهم وكيديروا داكشي على الدور تاع العيال ويقولوا ما كاين بس فلوسهم هادو كيديروا بهم اللي بغاو ماشي مشكله. لا الامر ماشي هكا هادي سياسة النهب هادي هي الفتنة. شتي الفتنة شناهي؟ هي الاقتصاد ديال 40 مليون كتحكم فيه عائلة كيتحكم فيه النظام الملكي اللي هو سبعة الأشخاص واللي كياكلوا مع الفتات ديالهم. هادي هي الفتنة. شتي الفتنة هاهي هي كيديرو في واحد البلاد اللي فيها 75% ديال الأمية 60% ديال الفقر المدقع 80% ديال الشباب ما عندهمش عمل والقصاير ومن الفوق سيدنا وين صرصي. شتي واحد القضيه ما لاحظتوهاش. انا غادي نطرح عليكم واحد السؤال اللي كتشوفوا هذا الفيديو قولوا لي واحد القضيه علاش الدعاره واللي كيخدموا في قطاع الدعاره والهائرات بائعات الهواء وهادو اش كتلقى عندهم عقليه توفيقيه مع الملكيه؟ عمرك ما تلقى شي عاهرة واخا كتوشي 5000 فرنك النهار ولا 1000 فرنك النهار ولا 10000 ريال ولا 50000 فرنك ولا 100000 فرنك ولا مليون ليلة ما كتقول والو للنظام ما كتهموش بأي حاجة. والنظام الملكي دائما العاهرات كيخدموا في التبلطيش وكيخدموا حتى في الفيديوهات ضد الأحرار وضد الجمهوريين. علاش كاينه هاد العقليه التوفيقيه وهذا المرادف بين الدعاره والملكيه الملكيه والدعاره الدعاره والملكيه؟ لاحظتوا هاد القضيه عمر شي عاهره في المغرب واخا يكون على بابها ما عرفتش ما كتقول والو ضد الملكيه. انا ما كنعنيش العفيفات الشريفات المناضلات ولا الطالبات الحرات هذاك شيء بعيد. انا كنقول لك على القاهرات اللي كتعطى علاش ومنهم هما كيخدموهم للتخدير والتبرقيق والتشكانت والتبلطيش. لان كنشوف انا دوك العاهرات اللي كاينه في بلجيكا وحده في اسبانيا وحده في كندا وكلشي كلهم عاهرات كيخدموا النظام. علاش عندهم هذه العقليه التوفيقيه ادابتي مع الملكيه الملكية والدعارة الدعارة والملكية؟ لاحظتوا هاد القضية؟ طرحوا هاد السؤال على راسكم. وحينت العاهرة كيسحب ليها بحال الملكية عاطيها الحقوق كيقول لها سيري حلي رجليك ها سيري حلي رجليك هزي وهي كيسحب راه عندها حقوق. انت ما عندكش حقوق هذوك راه ماشي حقوق الحبارة انت عبدة ديال الدعارة. انت كتبيعي اللحم ديالك نهار تشرفيه غادي يلوحوك نهار ما كتسوي والو نهار يقضيو بك الغرض غادي يلوحوك الحمار الكلبة. وقاعدة كتشطح وقالت لهم عاش الملك وسيدنا يعني الدعارة يعني عندها
خاتم الإمضاء وليغاليزاسيون مع الزامل الكلب أحمر القواد السادس. كاينش يعني القصر هو الدعارة، والدعارة هي القصر. النظام البغاء، النظام ديال تقواديت. ها شتي هاد الفيديو اللي داروا لكم ديال رئيس الفوسفات ولا شي حاجه؟ راه هات لي هي صرف نظر دي، راه غير واحد الالهاء على واحد الحاجه اخرى. شتي اكثر من هذاك الشيء كديروا العائله الملكيه، محمد السادس، رشيد، سلمى، حسنة، مريم، سكينة، كلشي العائلة كيديرو أكثر من هداك الشيء. هاديك مريم ديك حسيكة، ديك راه الباطو كتكري في كرواسيا اللي كاينة في لادرياتيك قدام الطاليان وحتى اليونان، كتكري باطو وسكرا وداك الشيء وكيصورو فيها وكتشطح وتلوز سكرانة. يلا كلهم كيديروا هادشي. محمد السادس خلاص هذاك مع الزوامل، هذا كيمشي مع الذكورة، ماشي راه ماشي شي حاجة. وشوف هادشي فاش كيدار في واحد الوقت اللي مجوعين الشعب المغربي وطابقين عليه الدبابات وطابقين عليه البوليس وطابقين عليه المرون وطابقين نوضو نوضو يديروا شي حاجة مع النظام المغربي اللي قاعدين نتوما كتقولنا حنا الجمهوريين بغينا الفتنة وبغينا نخربوا البلاد. ها هو الخراب، شتي شتي الخراب هو هذاك. الفتنة هي هذه اللي كيديروا عليكم، وراه هذا راه غابينو عليكم نتوما كمدير ديال الفوسفات. راه العائلة الملكية اللي كدير اكثر من هذاك الشيء. شتي هذا مدير الفوسفات والو غيان ديتو، ولا مع هذيك اللي كتشطح ديك العاهرة اللي كتشطح هو ذاك طاطا، راه والو غيان ديتو غيان ديتو، لا شيء قدام النظام. النظام راه دار كثار من داك الشيء، كثار كثار كثار، وديما كنعيش في هذاك المسائل. يا باش تفهموا اللي قاعد كيقول لنا حنا الجمهوريين باغي الفتنه، شتي الفتنه ها هي الفتنه. الاقتصاد ديال 40 مليون كضحك فيه واحد العائله، كيقصروا به عائله، كينشطوا به واحد العائله. محرمين ديال امك، ما عندك ما تاكل، ما عندك ما تشرب، ما عندك لا دخل، حابسين دير امك في الدار، حابسين دير امك تداك، مصيفطر لك المقدم المرود البوليس الدبابات، ما قلتش دير امك. شتيها شتي الفتنه كي دايره؟ لا هي الفتنه، شتيها حنا اللي بغينا الفتنه ياك كتهمونا حنا الجمهوريين اللي كنقولوا لكم الفتنه. ويلا شوف شوف بابك الفتنه، نوض دوي على حقك، نوض دوي على راسك، نوض. واش بحال هاد النظام اللي كيدير لك بحال هاد المسائل؟ راه دول اخرى انا ناض فيه القرطاس، نتوما راه خصكم تنوضوا. اول حاجه غادي ديروا داك المقدم والمر، راه خصكم تقتلوهم. لا لا راه ما خصكمش تدوي معاهم، تقتلوهم القتل، ذبحوهم. الكوميساريات خصكم تحرقوهم. القصوره ديال الملك اللي كاينين داخل المغرب خصكم تهجموا عليهم وتقبوا الحيوطه وتدخلوا للمول داخل، ودوك العبيد اللي لابسين داك الطربوش احمر شلقوهم وقتلوهم. نتي ها اللي خصكم ديروه. جعتي دخل للسوبر مارشي شفر هز الماكله، ما عندكش فلوس فرع البنكات دخل هز ندير مال الفلوس. واش درتي هادشي كلشي؟ راه شفرتي يديرك، راه باقي ما وصلتيش ليه هو بعدا. اش راه خصكم ديروا في المغرب؟ اش كديروا؟ اش كتسنوا؟ وراه كيضحكوا عليكم ويتبرعوا فلوسكم ويشتوا فلوسكم ويعطوا فلوسكم للاجانب ويلوحوهم برا، وبرك دير مقدم الجوع. وما خصهمش كاع يقصروا في الارض، راه دخلوا للبحر ويحطوا اليخت ويقصروا مع راسهم والتخاوير والبوسان والفيسق والموجون بوسني والله يلزم. وفين غادي يلقاو هذه في دوله اخرى؟ فين؟ دولة أخرى بحال هادشي راه ديرو في البرازيل وديرو في الأرجنتين وديرو، ولكن فلوسك وبالشروط، ماشي غادي ديرو انت كاع وفلوسك نيت. إذا كانوا فلوس ديالك يلا، ها باش كندوي على البروبريتي بريفي، إذا كانوا فلوسك
ومخلص الضرايب ديالك ومخلص، سير اسيدي قصر مع راسك، سير اسيدي الحمود تلاح انت وياه. وقالوا لي انتم واحد القضيه، واحد السؤال كبير، انتم المسلمين اللي كتجيو تطبل الجوع علينا، لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وطن وان الله طه. ها ايوا سير، سير دير البلوات وركب الفلوكات وسير وصل عندهم لذاك اليخت ديالهم ودخلوا الحر ديال المهم. اش كدير؟ ها انت مسلم، يلا دخل عنده، سير سير. ها كتجي طبي علينا حنا الحياه، تفهم علينا مالك، وسير سير. راه هما كيديروها في البلاد ديالك، تجي تعند معايا انا، سير سير عندهم، سير. راه الملك ديالك راه راه الباطوات ودوك اليخت وداك الشيء اللي كتشوف انت في البحر قدام الريف وقدام هذاك الشيء، راه كيديروا فيه الفسق والمجون ودير. سير سير ركب واحد الفلوكه وهز واحد الطرقه ولا هز المواس ولا هز السيوفه ودخل عندهم تماك، شد بحال هذيك العايره اللي كتشطح، شد هاد بحال تماك، دخل طلعوا ليهم، ديروا بحال دوك القراصنه ديال الصومال، يلا دخلوا ليهم تماك وطلعوا ليهم من الماء وشدوهم وقتلوهم وذبحوهم. يلا انتوما كتفسقوا كتفسدوا، انتوما كتضحكوا علينا، يلا علاش ما درتيهاش؟ الجيعان، واش كنعرفوا باباكم انتوما في المغرب الوحيدة اللي شفروا الخرفان؟ الجزائر عيدو ما كاينش حتى واحد ما شفر الخروف، ها تونس كذلك، موريتانيا اللي فقير ما شفروش الخرفان، مالي ما شفروش الخرفان، السنغال ما شفروش، نيجيريا اللي عندها الشمال كيتحرم ما شفروش، الصومال اللي فيها المجاعة، صوماليا صومالانديا ما شفروش، جيبوتي ما شفروش، السودان ما شفروش، مصر ليبيا اللي عندها الحرب ما شفروش فيها الخرفان، سوريا اللي عندها الحرب ما جاوش الناس كيشفروا في الخرفان. ها تا هو الوحيد اللي شفرتي الخرفان، المجوع جوعوك، والجوع ديالك هو هادشي اللي شتي اللي كيديروا في الباطو، داك اليخت الملكي داك هو الجوع ديالك. الحمار الكلب كنجي كتقول لها حنا الجمهورية، الله يلا عطاسي دير امك الكلب. ها الحمار ما كتحشم، اش انا خصني نحترمك؟ انا ما خصنيش نحترمك، وكنشكر انا سويسرا، كنشكرها انا حبست العياشة المغاربة باش يدخلوا لسويسرا، مشاو ما عرفتش واش يبانوا على خوتهم ولا ما عرفتش شنو، يبانوا على الضعفاء ويبانوا هذاك. ملي رجعوا لسويسرا قال لهم سويسرا بقات تما، مزيان مزيان في دير امك، لا بقات تما، اش بدا دير امك تخرج من اوروبا؟ ها على غرضك انت كاين في اوروبا ياك، كتخدم فيها تحلب منها تنتفع من الغله ديالها تنتفع من لي زافونتاج ديالها، فين بديهم؟ نديهم عند النظام الديكتاتوري الحمار يا الكلب ياك. ها هادشي اللي كدير انت العياشي، عبروا على طاسيت ديال امك. شتي انا كنت في اوروبا، راه اي واحد يخرج من اوروبا ما يدخلش، والله امك لا دخلتي ليها نحبسك انا، ماشي الاوروبي انا، انا انا نحبسك يا انا العياشي، ماشي هو داك اللي كيقول عاش، كاين واحد قود منه، هو داك اللي كيمشي كيدوز لي فاكونس في المغرب، اللي كيمشي كيقول لك بغيت نشوف الوالده، اللي كيمشي عند ولاد الدرب كيقول لهم راه وليت لاباس عليا راه بخير وغدب، هذاك كيميزي من الفوق، هذاك هو العياشي، قود من داك العياشي اللي كيقول عاش، اللي كيقلب على مريقه، حمار كلب. عبر على ديركم محمد السادس، راه شتي راه ما تضحكوش الا قلت لكم واحد القضيه، شتي محمد السادس انا سادتو في واحد النقطه، نهار خلاص بربكم بنيت ما غاديش تدخلوا لاوروبا ولا هادو، عبر على ديركم بنيت على عندك تجيكم الضحكه مزيان، عبر على بابكم بنيت مزيانه، اش دا ديال امك تمشي كاع انت بال ندير امك، ما دير طاسي دير امك تبع داك المغرب، ها
ما القرضه تاع عمك بالعياشيه تاع عمك انت مع داك المغرب اللي غادي بيه الحمار. شتي هادشي اللي شتو ديال الباطل راه والو، هذيك راه صرف نظر وغير واحد تقنيه ديال صرف النظر وداكشي. شتي هذاك اللي سجلوا داكشي المخابرات الملكيه اللي هما كيرجاو منها واحد الحاجه اخرى. شتي هذاك الشيء اللي كيدوزو في الباطو 20 سنه 30 سنه العائله الملكيه كدوز اكثر من هذاك الشيء وكدير اكثر من هذاك الشيء. الا كاع داك مدير الفوسفات سي غير شتي داك مدير الفوسفات اللي كتشوفو تماك داك راه عنده جنسيه فرنسيه وعندو الصالير وعندو الكوميسيون وعندو لي بريم وعندو الفلوس حاطهم على برا، داك راه ما عندوش مشكله وما يتحكمش. كنشوفو هكاك يا المغربي يا المروكي يا الخرواني يا شعب القاطيع اللي ما كيبغيش يدير مو يفهم، راه هادي دخلوا القناة ديالي وغادي تشوفوا فيديوهات كنتكلم لكم على الحصار العسكري والبوليسي والتجويع. وما كتبغيوش تفهموا هاد القضية هادي 3 شهور 4 شهور انا كندوي فيها ولا ما بغيتيش تفهم لا لا يفهم طاسيل تمك يا الحمار القاوي على عينيك يا المغربي يا الخرواني يا الكلب. راه كيضحكوا عليك نيت كيداو الفوسفات يقصروا بهم من برك ديال امك. راه بغيت راه انت ما عندك ما تاكل ولادك كتنتحر يا الحمار انت نوض نتافض لا ما عادش نتافض نوض قتل ديال امو نقدم وشرب له لا قتل ديال امو دوك البوليس نوضوا نتوما اللي الدراري اللي كتشرب له بيناتكم نوضوا حاصروا هذيك القوات اللي كتدخل شملوها حبسوا حبسوا الدروبه ودخلوا شرملوا ديمهم كلهم. اش كديروا شي هادشي قتلوا البوليس قتلوا المقدمين قتلوا لي كوميسير قتلوا العمال قتلوا القايد قتلوا الخليفه. اش كديروا شي هادشي قتلوا ديمهم علاش الحمار. تحيه جمهوريه الجميع احرار، تحيه جمهوريه الامازيغ الاحرار، تحيه جمهوريه الصحراويين الاحرار، وتحيه جمهوريه المغاربه الاحرار. عاشت الجمهوريه ويسقط النظام الملكي المغربي الفاسق الباجين الفاسد الخبيث والحقير وشكرا.